بسم الله الرحمن الرحيم، اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته مشاهدين ومتابعين قناة المزرعة من داخل سوق الخميس. النهاردة 21/3/2024. النهاردة ازيك يا عمي؟ كل سنة وانت طيب. الله يوسع عليك بالصلاة على النبي تبارك الله. الصمت يا عمو، فرشة الصمت أحلى فرشة في السوق ده. سوق الجاموس العشر ولاد الحلاب، هنخش نعمل لكم تقرير يا جماعة. النهاردة 21/3/2024، النهاردة عيد الأم، وكل عيد أم وكل أمهات المسلمين بخير يا رب، واللي معاه أمي يحافظ عليها يا جماعة. الصلاة على النبي تبارك الله، ما شاء الله تبارك الله. الصلاة على النبي خش عليها بجموسك غير ما يخش بعروسك. اه امال ايه؟ اي والله، يعني عيد الام النهارده يجيب لها جاموسه؟ الله بالصلاه على النبي. بالصلاه على النبي والله. هذه في رمضان. الله يوسع عليك يا حي. تحلب لها كام وكام دي يا حي؟ دي 5 و5 يا باشتنا. 5 و5 صلاه النبي. الصلاه على النبي. تحتيها ذكر وانتهى على كده. تحتيها انتهى يا جماعه. صلاه النبي. فلوس ولا بيع وشراء عمده؟ بلاش يا باشا، فلوسها 87. الصلاة على النبي تبارك. فيها طلوقة ولا حاجة؟ فيها طلوقة. فيها طلوقة 40 يوم. الصلاة على النبي. معلم محمد، ايه النهاردة كده ساكت كده؟ مش عوايدك؟ الدنيا صيام. الصلاة على النبي تبارك الله. الصلاة على النبي. هذا في الحليب؟ آخر هذا وآخر أمام. الصلاة على النبي. ايه في ثاني معاه؟ الصلاة على النبي. عشر ولبن دي؟ طب ايه تأخرت الساعة 7؟ طب دلوقتي هاي انت تاني طيب؟ ها؟ الصلاة على النبي تبارك الله. ما شاء الله تبارك الله. صلاة النبي يا عم هاي حلوة طبعا. اللبن 3 و3. والعشر كم؟ العشر 3 نضاف. وببلاش. كم فلوس؟ 82، لو تعطي ذكر 120. بكام هي؟ هي ب 82. 82، بالصلاة على النبي عليك يا عم. ب 82 دي يا جماعة. اللهم صل على النبي. كم التليفون حق محمد؟ 041 57 97 56. ما شاء معلم، الله يوسع عليك. معلم محمد الصمت يا جماعه. بسم الله ما شاء الله. ازيك يا عمده؟ صلاه النبي احلى جاموسه في السوق ده يا جماعه. ازيك يا عمده؟ صباح الفل يا باشا. تطلع الولد الكامل هدا على كده الثانيه. صلاه النبي عم. الله يا جماعه الامانه احلى جاموسه في السوق. بسم الله ما شاء الله تبارك الله. اللهم صل على النبي. ما شاء الله. تحتيها ذكر انت مش ولدتها؟ هي عشر بس، عشر ولبن. صلاه النبي تبارك الله. عشر ولبن. تحليب لها كام وكام على كده؟ 3 و3. فلوس ولا بيع وشراء معلم؟ كام البيع وشراء؟ 75. الله حلو يا عم. الصلاه على النبي تبارك الله. اديها جره يا اخي كده يسلم. صلاه النبي. نفرشكم عليها برضه هي وماشيه يا جماعه. صلاه النبي تبارك الله. جاموسه حلوه ما شاء الله. طب بصوا الضرع جاي من الحياه يا جماعه. بالصلاه على النبي تبارك الله ما شاء الله. كم التليفون لحد عايزها معلم؟ 011 46 177 823. اسم الكريم معلم احمد يا جماعه. دي عشر 3 ولبن. الولد الثاني اللي في بطنها. الصلاه على النبي. الولد الثاني اللي في بطنها. صلاه الحبيب. بسم الله ما شاء الله تبارك الله. صباح الفل يا استاذ محمود. صباح الفل يا باشا. صباح الفل على كل اخواتنا وحبايبنا. ازيك يا عمده؟ عشر دي ولا ايه؟ لبن يا باشا. بالصلاه على النبي تبارك الله. اللهم صل على النبي. هذه لبن يا جماعه، لبن صبح وعشية الرعيل بيقول لك. بالصلاة على النبي تبارك الله. اللهم صل على النبي. هذه في الحليب يا معلم؟ اخر هدوء. بالصلاة على النبي. تطلع والدة كم مرة دي على كده؟ بكرية اول والدة دي. بكرية اول والدة. صلاة النبي. فلوس ولا بيع وشراء؟ بيع وشراء ب 68. 68 البيع والشراء فيها. الصلاة على النبي. فيها طلوقة ولا حاجة هي؟ فيها طلوقة. صلاة النبي تبارك الله. لبن دي لبن 160. صلاة النبي. والحانون مرة وراي. الصلاة على النبي يا عم. الله يوسع عليك يا خال. بسم الله ما شاء الله تبارك الله. كم التليفون لحد عايزه منك يا معلم؟ 011 244
68408. الله يوسع عليك، اسمك الكريم. حج علي السلواق. حج علي السلواق. الثانية دي معاك معلم؟ معايا كام؟ ايه الثانية دي صنعتها ايه دي؟ لبن برضه صبع عشية. لبن صبع عشية. مال بعت لعيالك؟ بعت العيال بتاعهم ولا؟ قطفتهم ليه كده؟ الصلاة على النبي تمام. بس اللبن حلوة يا جماعة. بسم الله ما شاء الله. عيونه عمدة. تعال امسك الكاميرا عمدة. الصلاة على النبي عليك. تطلع والدة كم مرة معلم علي دي؟ هاتها كده لفها الناحية الثانية. شد انت شد لك شجاع بالتصوير شد. الصلاة على النبي. وديها كده على هنا. يا جماعة. برضه لبن دي بس لبنها بسم الله ما شاء الله يعني حاجة حلوة بالصلاة على النبي. الصلاة على النبي. الصلاة على النبي. فيها عشرة ولا حاجة معلم علي ولا لبن بس؟ طلوقة. طلوقة. كامل فلوسها معلم؟ كامل فلوس؟ بيعوا شيرة 76. الله يوسع عليك لبن يا جماعة وفيها طلوقة برضه. لبن وفيها طلوقة. الصلاة على النبي تبارك الله اللهم صل على النبي. خلص كده تعالى هنا ما تاخدها خالد وريحني انت بدل الصلاة على النبي تبارك الله. صلوا على سيدنا النبي ودعمونا بلايك اخواننا بتتفرجوا طلعوا لنا يا جماعه الله يا جماعه الناس بتوع الجاموس يا جماعه المشاهدين اللي بيغوا الجاموس مقصرين معانا قوي في اللايكات كده شدوا حيلكم معانا كده. الصلاة على النبي تبارك الله. ازيك يا عمده؟ صباح الفل يا باشا. دي عشر ولبن؟ عشر ثلاث شهور ولبن صبح عشيه. عشر ثلاث شهور ولبن صبح عشيه يا جماعه. تنيه دي على كده؟ تنيه بالصلاه على النبي. كم الفلوس يا عمده؟ 56. 56 يا جماعه، ارخص جاموسه في السوق. 56 عشر ولبن. عشر ولبن. عشر ولبن. 56 و 300. 56 و 300. العشر ثلاث شهور. العشر ثلاث. اللبن صبح عشيه. ايوه الصلاه على النبي السن يجوزه الصلاه على النبي خلاص النبي الصلاه على النبي في كل حاجه برضه الصلاه على النبي. قام التليفون لحد عايزها منك 011 21 79 75 00. ايه ثاني معك؟ ايه ثاني معك؟ في حاجه ثانيه؟ معي دي ب 60000 عشر ولبن. عشر ولبن دي ب 60000 يا جماعه. عشر ولبن 60000 ما شاء الله والله المفروض نصوركم انتم تحبوا بعضكم كذا صور الجوز بالله صور يا عمي اول ما اجي اشتري انا ما توقفش جرى يواصل ليه؟ طب ما هو فاتحين لايف النهارده والله ايوه يا اخي بالصلاه على النبي ما قال لي لا ما اقدرش والله ما اقدر اقصر معاكم ابدا والله ده احنا بنجي لكم من اسوان بنمشي فوق 65 كيلو عشان نشوف الناس الحلوه دي كل سنه وانتم طيبين الله يوسع عليكم كل حاضر والله لا لا انا بوصل والله بوصل عندنا بقي ب 250 و280 لحم والناس عم تجيب في الجاموس والبقر من هناك يقول لك لا اسوان غالي احنا اللحم عفناه ايوه ايوه رص يا حاج لا ما فيش اللحم عندنا اللحم نزل هذا هذا واحد كذب كذيب واحد جزار قال ب 280 انت قدوم الله اللحم ولا غالي كل اللحم يا جماعه كل ده من السوق عاملين السعر ده جزار كل سنه وانتم طيبين نهاركم ابيض الله يوسع عليكم فينها؟ فينها؟ السلام خذها يا ابو علي السلام ايوه خذها روح يا علي السلام على النبي ابو علي كيف راجل فيه؟ الرسول يا شيخ الرسول بقول لك الرسول فلوس ولا بلد ثلاثة كم يا معلم؟ 44000 اسيب يا بدر 44000 عجوزة بس على كديها يا جماعة 44000 44000 عشر ولبن برضو؟ لا دي لبن صبح وعشية لبن صبح وعشية لبن صبح وعشية الصلاة على النبي عشر ولبن لبن صبح وعشية يا جماعة 44000 مع المعلم وهندسنا رقم ده الصلاة على النبي تبارك الله أسعار حلوة الراجل ده بصراحة بقول لك الله ينور عليك انت النهارده والله يعني اسعار حلوه واسعار مناسبه ربك يجيب الشهر بس اللهم امين يا رب الله يوسع عليك يا حاج
كل سنه وانت طيب. ده يا جماعه تقرير الجاموس لعشر الوالد والحلاف في نهايه الفيديو. تنسوناش في لايك، طلعوا لنا فيديو الجاموس يا جماعه عشان فيديو الجاموس ما بياخدش حقه. والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.